مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله ومساء الفل على حضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده في مباراه مهمه جدا، عايزين بقى رجاله تفرحونا النهارده، مباراه بتروجيت والنادي الاهلي ان شاء الله بعد ساعتين من دلوقتي. عايزين رجاله بتوع النادي الاهلي يفرحونا، محتاجين نفرح جدا جدا، ومحتاجين ان احنا نرجع نقول احنا موجودين وموجودين بكل قوه واقناع كمان. قبل ما نبدا في تفاصيل هذا اللقاء، عايزين نروح نطير بسرعه على كريم احمد نشوف عنده اخبار جديده من فندق اقامه اللاعبين في السويس، ونرجع لحضراتكم على طول. كريم احمد اهلا بيك. كل التحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اليوم من بطوله الدوري العام احد من الاسبوع التاسع، الاهلي وبتروجيت الساعه 6 مساء هنا في استاد السويس. مباراة أكيد قوية بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وأيضا كمان على الجانب الآخر لفريق بتروجيت، تولي قيادة فنية جديدة تحت قيادة الكابتن مؤمن سليمان. أيضا كمان نتيجة كانت مميزة جدا ليهم في المباراة الأخيرة بفوز 1-0 على فريق نادي سموحة. لكن يمكن زي ما بنتكلم ومطمن كل جمهور النادي الأهلي، الأخبار والكواليس وأجواء فريق النادي الأهلي إن شاء الله في هذه المباراة، اللي بنتمنى كل التوفيق في مباراة اليوم الأهلي وبتروجيت. خلال الفترة الماضية يمكن كانت إصابات وغيابات كثيرة بتضرب فريق النادي الأهلي، لكن يمكن بالتدريج بنبدأ نعود من جديد. في بعض اللعيبة يمكن هتعود النهاردة سواء في القائمة الرئيسية أو أيضا كمان في التشكيل الأساسي، على رأسهم طبعا عمرو السولية ووليد أزار ومحمد دهاني، يمكن لعيبة مؤثرين بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية فقدناهم، وفقدنا كمان عدد كبير، ويمكن حتى الآن لسه بنفقد حتى الآن لاعبين يمكن عناصر أساسية في منتخب تونس. طبعا علي معلول وأيضا كمان أحمد فتحي واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، جونيور اجاي، محمد نجيب، رامي ربيع، عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. لكن يمكن الاشياء المطمئنه والمؤشرات الايجابيه جدا ان في بعض اللعيبه بتدخل تدريجيا في القائمه، ومنها ان شاء الله للتشكيله الاساسيه اللي يخوض بها النادي الاهلي مباراه اليوم. لو بتكلم سريعا على القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي اللي ضمت 21 لاعب تحت قياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي، شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، ايمن اشرف، سعد سمير، محمد هاني، صابر رحيل، احمد علاء، حسام عاشور، عمرو السوليه، وليد سليمان، كريم ندفد وناصر ماهر، وليد ازارو، احمد الشيخ، ميدو جابر، هشام محمد، اسلام محارب، مروان محسن، وباسم علي، واحمد حمدي. يمكن زي ما قلنا واكدنا في لعيبه بتخرج للاصابات والغيابات، وايضا كمان لعيبه للرؤيه الفنيه بقياده الكابتن محمد يوسف. يمكن الرؤيه الفنيه كانت احمد حمودي وسليف كولوبالي ومؤمن زكريا، لكن لو بخص بالتحديد مؤمن زكريا، يمكن خروج مؤمن من القائمه او عدم تواجده النهارده في المباراه يمكن بعيد كل البعد عن التعاقد او الامور الخاصه بتعاقد مؤمن زكريا. مؤمن كان عنده رغبه كبيره خلال الفتره الماضيه ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، المسانده فريق النادي الاهلي، لكن يمكن من الاشياء المميزه للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف الدفع بمؤمن في توقيت مميز. مؤمن يمكن موضوع له برنامج تاهيلي خلال الفتره الماضيه ولسه يمكن شغال فيه، بيجتهد بشكل كبير جدا مؤمن زكريا، فاكيد الهدف ان هو يمكن اللاعب يدخل اجواء المباريات بشكل يمكن يليق باللاعب، وايضا كمان تكون في استفاده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. احنا كالعاده طبعا كابتن ميدو متواجدين هنا في السويس في فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، اجواء كلها تركيز بالنسبه للفريق ان شاء الله باذن الله. النهارده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه تكون انطلاقه جديده يستعيد النادي كرة الانتصارات، يستعيد شخصية النادي الأهلي من جديد، اللعب بروح الفانيلة الحمراء، كل الأمور دي إن شاء الله منتظرينها، وثقتنا كبيرة في لعبتنا في الجهاز الفني. يمكن بنجدد وبنقول وبنأكد كل مرة كابتن ميدو على تجديد الثقة طبعا في لعيبة النادي الأهلي، ثقتنا الكبيرة في اللعيبة إن شاء الله بإذن الله تكون النهاردة انطلاقة جديدة هنا في استاد السويس. عايز أروح كمان لأمر مهم جدا، هو الجمهور اللي هيكون حاضر النهاردة في المباراة. تم السماح لحضور 5000 مشجع يتواجدوا في مباراة اليوم، لكن يمكن ليهم توزيع طبعا زي ما أنت عارف يا كابتن ميدو 500 مشجع لجمهور النادي الأهلي اللي هو الفريق الضيف هنا في استاد الجيش بالسويس، 1500 مشجع لوزارة الشباب والرياضة، وأيضا كمان 3000 مشجع لفريق نادي بتروجيت. يمكن دي اللائحه الخاصه بتوزيع التذاكر، بيكون طبعا فريق الضيف ليه 500 تذكره، والفريق اللي هو طبعا بيكون صاحب المباراه بيكون ليه 3000 مقعد بغض النظر عن اسم يمكن اسم طبعا النادي او اسم طبعا الخصم اللي بيقابل النادي الاهلي. لا يمكن خلاص النادي الاهلي هيقابل بتروجيت النهارده، جمهور النادي الاهلي معروف ان هو بيبقى عايز يكون متواجد بشكل كبير جدا، وكان في اخبار كمان ان في طلب رسمي يمكن اتقدم من نادي بتروجيت بخوض هذه المباراه بدون جمهور، لكن تم رفض طبعا هذا الامر من اتحاد الكره. وبالفعل يمكن خلاص
كانت التذاكر اتوزعت بالنسبه للنادي الاهلي وايضا كمان وزاره الشباب والرياضه. النهارده يكون ان شاء الله في جمهور للنادي الاهلي حاضر وجمهور لنادي بتروجيت حاضر. الجمهور طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو هو روح الفريق، هو اللي بيساعد بشكل كبير جدا رغم قله العدد. احنا لو بناكد وبنخص جمهور النادي الاهلي رغم قله العدد اللي بيكون متواجده في المدرجات، لكن يمكن مشجع واحد او اثنين او ثلاثه من جمهور النادي الاهلي بيبقى لهم تاثير كبير جدا على اللعيبه، وده اللي بنتمناه. المسانده مطلوبه، التكاتف مطلوب، كلنا لابد ان احنا نكون وراء النادي الاهلي في هذه المرحله الصعبه والدقيقه. مستمرين معاك يا كابتن ميدو كالعاده طبعا، يمكن في خلال لحظات هيكون في المحاضره الفنيه الاخيره لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه لوضع التكتيك التشكيل الامور الخاصه طبعا بمباراه الاهلي وبتروجيت اليوم. باذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نسبنا، وباذن الله ان شاء الله تكون ثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. كالعاده هنكون مستمرين معاك يا كابتن ميدو هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، وباذن الله ان شاء الله عقب المباراه يكون فوز واداء ونتيجه مميزه لفريق النادي الاهلي، ويكون لينا لقاءات ان شاء الله كالعاده مع لاعبي النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا ليك جدا يا كريم، واكيد هنتواصل معاك ان شاء الله ان شاء الله بعد هذه المباراه عشان نبارك لبعض ونبارك لجمهور النادي الاهلي، ويكون عندك كمان لقاءات حصريه مع اللاعبين او بقى المدير الفني ايا كان ان شاء الله، بس نبارك لبعض بعد هذه المباراه. زي ما قلت لحضراتكم مباراه هامه جدا وثلاث نقاط غاليه جدا. عايز اقول لكم اخبار قبل ما ناخد الجرافيك ونستقبل ضيوفنا الكرام عشان نتكلم في تفاصيل هذا اللقاء. امبارح كان ماتشات البطوله العربيه، طبعا اكيد حضراتكم كلكم تابعين نتائج امبارح. عايز بس نتكلم عن هذه النتائج. النفط العراقي والهلال السعودي انتهت بفوز الهلال السعودي بهدفين مقابل لا شيء. كان الهلال كسب في مباراه الذهاب 4 أهداف مقابل لا شيء، الف مبروك لنادي الهلال. ايضا الزمالك المصري والاتحاد السكندري المصري انتهى بفوز نادي الاتحاد السكندري بهدف لبناهيني في الدقيقه 84 من عمر المباراه. كان اللقاء الاول او لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء احرزه كابونجو كاسونجو. احتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحيه وكان المكسب من نصيب سيد البلد. الف مبروك لجمهور اسكندريه والف مبروك نادي الاتحاد السكندري والحاج محمد مصلحي والكابتن حلمي طولان وكل لعيبه نادي الاتحاد السكندري. كانت مباراه ممتعه جدا جدا، اكتسبها او كسبها نادي الاتحاد السكندري. طلع بعد كده تصريحات ان معظم لعيبه الاتحاد السكندري معارين من نادي الزمالك، لكن اللي جاب الجول في مباراه الذهاب هو كابونجو كاسونجو المعار او اللي كان نادي الزمالك اشتراه من نادي الاتحاد، فما ينفعش ان احنا نطلع نقول كان في بقى لعيبه معاره ومش معاره. مبروك لسيد البلد، الف مبروك لكل جماهير نادي الاتحاد السكندري اللي كانت صوتها عالي جدا في بترو سبورت امبارح. نروح لاخبار النادي الاهلي بقى. محمد يوسف بيقول جاهزين جدا لمواجهه بتروجيتا. محمد يوسف مفيش بقى جاهزين ومش جاهزين، احنا عايزين 3 نقط باي طريقه. عايزين رجاله زي ما قلنا المباراه اللي فاتت يا جماعه، محتاجين رجاله. كنا الماتش اللي فات مش وحشين خالص في الشوط الثاني لغايه ما جه فينا الجول، بعد كده ما شفناش اي حاجه خالص في الكوره. عايزين لعيبه تكون متماسكه لاخر ثانيه، الاهلي معودنا دايما لاخر ثانيه بيجيب اهداف. مش عايزين اي حاجه تحصل تشتت تركيزنا. ان شاء الله 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي النهارده، مع العلم ان فريق بتروجيت ليس بالفريق السهل. معاهم مدير فني جديد مؤمن سليمان، كسب المباراه اللي فاتت، عنده حوافز كبيره جدا، لكن الاهلي اعتقد ان حوافزه ودوافعه اكبر بكتير. محمد يوسف بيقول ان كل لعيبه مركزه ومباراة من المؤجلات وعايزين نكسب كل المؤجلات، كلام جميل جدا. وقال لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز النهاردة لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي مر بها النادي والفريق خلال الفترة الماضية. معلش يا يوسف، إن شاء الله نرجع ونرجع بسرعة جدا. كمان عندنا يعني حاجات كتير جدا بتخلينا إن احنا نقول مش أعذار، لكن بتبقى أسباب بره الكورة. عموما ان شاء الله كل التوفيق ليك يا يوسف في هذه المباراه وفي المباريات القادمه لحين البت في امر المدير الفني اللي بقى قريب جدا من حسم اسمه. النادي الاهلي بقى قريب جدا من حسم اسم المدير الفني. ماشي. جونيور اجايبي خلاص بينفذ برنامج بدني مكثف عشان يرجع. جونيور اجايبي كان جاله قطع في الرباط الداخلي للركبة وكان عنده مشاكل كتير في الإصابة اللي جات له، لكن خلاص بدأ ينفذ برنامجه التأهيلي عشان يرجع بسرعة. جونيور أجايه
من اللعيبة اللي احنا مفتقدينها جدا 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 في الأيام اللي فاتت والمباريات اللي فاتت. عشان كده احنا محتاجين كل اللعيبة، محتاجين كل الدعم بتاعنا. زي ما بقول لحضراتكم دايما ان الأهلي عنده إصابات كتير كانت، وعنده أسباب ممكن أي حد يقول لا أنا عندي إصابات، أنا عندي بطولات كتير جدا تكفينا 30-40 سنة قدام، عندنا إصابات كتيرة جدا، هيكل الفريق بتاعي أساسا إصابات، أحمد فتحي وجونر أجاهي وكان وليد أزارو وكان علي معلول والشناوي وكان حسام عاشور شوية، لا السلاية شوية، لعيبة كتير جدا كانوا مصابين، فممكن نبقى عندنا أعذار. كان في ناس ثانية يعني الحمد لله عندهم كل حاجة وفي نفس الوقت ما فيش حاجة خالص. فدايما بنقول ايه، احنا ما عندناش أعذار يا جماعة، بس في أسباب، عشان بس انتوا عارفين طبعا احنا بنتكلم في ايه. مش عايزين نسقل على او نحمل اللعيبة اكبر من طاقتها. قلنا قبل كده اللعيبة ما بتأثرش، اللعيبة عندها امكانيات بيطلعها على المدير الفني. شفنا في الشوط الثاني في مباراة المقاولين اللعيبة كانت فائت قوي وبدأوا يعملوا كورة، وبدأوا 1 2 و 1 3، وهشام محمد بدأ يعمل سرعات اللي كان ندفد، يعني بدأنا نشوف كرة الأهلي مرة تانية لغاية لما جه فينا الجول، فاللعيبة بدأت تفوق. لكن جه فينا الجول طبعا كله خلاص عايز يعوض، وكله عايز يدخل فيه إن احنا نجيب الثلاث نقاط أو نتعادل على الأقل، فخلاص كان كله طلع بره التركيز. في ما شاء الله أندية تانية وكتيرة جدا عندهم اللعيبة كلهم جاهزين ما شاء الله ب 300-400 لعيب وعندهم كل حاجة، وبرضه في نفس الوقت بيخسروا، فهي الكورة دايما كده. إن شاء الله أجي يرجع بسرعة جدا. وكمان ندخل بقى نتكلم عن مستشفى الأهلي، الفحص الطبي بيحسم البرنامج التأهيلي لأحمد فتحي. لسه بنتكلم عن أحمد فتحي، أحمد فتحي غيابه كان مؤثر جدا مع كل اللعيبة المهمة. إن شاء الله أحمد فتحي يرجع ويرجع بسرعة. كمان قلنا ضروري جدا دايما الجهاز الطبي لازم يطلع يكلم الجماهير، يطمن الجماهير كلها ان احمد فتحي مصاب من الفتره لكذا لكذا وهيرجع ان شاء الله يوم كذا. ده ضروري جدا ان شاء الله نعمل كده في الفتره اللي جايه. ايضا محمد شريف كمان دخل المستشفى، كان عنده نزله برد قويه جدا، نزل التمرين بس نزل الجيم، بعد الجيم تعب قوي فخد يوم راحه سلبي، بعد كده الموضوع بقى صعب قوي. طيب معلول كمان بيقترب من العودة، علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بيقترب من العودة للتدريبات الجماعية، كان برضو جاله تمزق في العضلة الضم، إصابات غريبة. يعني المفروض أن أنت يجيلك شد أو شد مثلا جامد شوية، مش تمزق، يعني أول إصابة تمزق، عندنا أول إصابات تمزق، صلاح محسن أول إصابة تمزق، الشناوي أول إصابة تمزق، علي معلول أول إصابة تمزق، أجاي أول إصابة تمزق، حاجة بصراحة غريبة جدا، غريبة جدا جدا. بس يعني إن شاء الله يرجعوا، ودايما بكلمكم في الحاجات دي مش بقول لكم أعذار، يعني فرقوا إن أنا بقول لكم أعذار وإن إحنا بنقول في أسباب مؤثرة بغياب عناصر مؤثرة جدا وعمود فقري فعلا للفريق. مفيش راحة بكرة إن شاء الله، يبدأ استعداد جديد لمباراة الجونة اللي تبقى مقامة إن شاء الله، هتقام يوم الأربع اللي جاي. برضو الجونة مغيرين، يعني على حظنا مغيرين مدير فني كابتن حمادة صدقي، كل المباريات بالنسبة لنادي الأهلي صعبة، ده غير الدوافع كمان اللي بياخدها الفرق اللي بتلعبك لما تعرف نادي الأهلي جاي يلعبها. دوافع طبعا غريبة زي ما قلت لكم قبل كده، اللعيبة بتقعد تحسب امتى لاعب الأهلي عشان أجهز نفسي وأبعد عن الإصابات وأبعد عن الإنذارات، تبقى في قمة الدوافع بتاعتي. فإن شاء الله الأهلي يبقى قد كل التحديات دي. عندنا مباراة الأربع ومباراة كانت النهاردة إن شاء الله، ومباراة كانت من ثلاث أيام، زي ما نكون بنتعاقب إن احنا بندخل أفريقيا، بس ماشي يعني، بس يعني نقول في عذر لاتحاد الكرة إن مفيش وقت ومفيش، بس برضو ضغط كبير جدا، ضغط كبير جدا. مش عايز أقول إن احنا بنتحاسب إن احنا بندخل بنمثل مصر في أفريقيا، فضغط مباريات، بس برضو في عذر. ماشي، محمود البنا ان شاء الله حكم لمباراه بتروجيت والاهلي، حكم الدولي محمود البنا، هيبقى معاه يوسف البساطي وشهاب راشد ومجدي خاطر حكم رابع، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكم خامس. كانت في مدربين بيشتكوا من عدم وجود الحكام الاضافيين، وحقهم بصراحه طالما احنا ماشيين على ميثاق. يعني جاهزين يا سمير بالجرافيك؟
تعالوا نشوفوا بقى فريق الاعداد مجهز لنا الجرافيك بتاع هذه المباراه، نشوفه مع بعض على الشاشه. يلا يا سامي تورينو. دي نتائج مباراة الأسبوع 16، مصر مقصة وإنبي 4-3، والاتحاد السكندري وطلائع الجيش 1-1، الإنتاج الحربي والمصري 0-0، حرس الحدود 4-1 على وادي دجلة. بتروجيت وسموحة 1-0، البتروجيت قلت لكم يعني بتروجيت عنده دوافع كتيرة النهاردة، الزمالك والجونة 3-0، الأهلي والمقاولون كان 0-1، النجوم والبيراميدز 2-0. دي مواعيد مباراة الأسبوع 17، الإسماعيلي والجونة إن شاء الله يوم الاثنين 10 ديسمبر، الزمالك والأهلي يوم الاثنين 10 ديسمبر أيضا دي مؤجلة، الزمالك والأهلي آسف، والمقاولون العرب وبتروجيت أيضا الاثنين يوم 10، والمصري بورسعيدي والداخلية يوم الاثنين، دي كل الماتشات يوم الاثنين، بيراميدز وحرس الحدود يوم الاثنين الساعة 7:30. وادي دجلة والإنتاج الحربي يوم الثلاث إن شاء الله الساعة 5، وسموحة والاتحاد السكندري الساعة 5 يوم الأربع، إنبي والنجوم الساعة 7:30 يوم الأربع، وطلائع الجيش ومصر المقصة يوم الخميس الساعة 7 إن شاء الله. دي تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت، 20 مباراة بين الفريقين، فوز 15 مباراة للأهلي وتعادل 5 مباريات وهزيمة 0. أنا ما بتفائلش يا جماعة بالحاجات دي بصراحة، بس ماشي. ليه 42 هدف الأهلي وعليه 11 هدف، لكن طبعا الكلام ده ماضي وفات، والنهاردة موضوع تاني خالص. أول وآخر مباراة بين الأهلي وبتروجيت كانت أول مباراة يوم 19 نوفمبر 2006، انتهت بفوز الأهلي بأربع أهداف مقابل لا شيء، وآخر مباراة بين الفريقين كانت 22 أبريل 2018 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. أول هدف للأهلي أحرزه محمد صديق، وأحرز آخر هدف مروان محسن، وأحرز أول هدف لبتروجيت علاء إبراهيم، وأحرز آخر هدف عمر النجدي. دي قائمة مباراة الأهلي وبتروجيت، الأهلي شريف إكرامي وعلي لطفي وشوبير وندفد وأحمد علاء وسعد سمير وصبر رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني وحسام عاشور وعمرو السلية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ ناصر ماهر وإسلام محارب وليد سليمان وأحمد حمدي. أحمد حمدي في القائمة هو مروان محسن ووليد أزارو، طبعا مدير فني محمد يوسف. أسماء بصراحة كبيرة جدا وأسماء تخض أي حد، لكن إزاي نستغلها؟ هي دي شغلانة المدير الفني مش شغلانتنا. أكبر فوز للأهلي على بتروجيت لسه قايلين 4-0 ثلاث مرات، و3-0 كانت مرة واحدة، و3-1 كانت مرة واحدة. هدافه الأهلي وبتروجيت في مباراتهم عماد متعب طبعا جلاد الحراس 5 أهداف، وليد سليمان النجم الأهلاوي 4 أهداف، وعبد الله السعيد 4 أهداف، وفلافيو 4 أهداف، وبوتريكا مع شكر جماهير 3 أهداف، وكوفي هدفين من بتروجيت، وشميلس بيكلي هدفين. دي قائمة الهدافين لموسم 2018-2019، محمود علاء لاعب الزمالك 8 أهداف، أحمد علي المقاولين 7 أهداف، وشميلس بيكلي بتروجيت 7 أهداف، حسام باولو الداخلية 7 أهداف ما شاء الله، حسام يوسف أوباما الزمالك 6 أهداف، محمود عبد المنعم كهربا 6 أهداف، وجون أنتوي مصر المقصة 6 أهداف، محمد رجب الإنتاج الحربي 6 أهداف، وإبراهيم نضاي وادي دجلة 6 أهداف، وماركوس كينو 6 أهداف. ده كان آخرنا. لازم طبعا نقول لباولو يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا، لازم تلاقيه من الهدافين، كان راح الزمالك ولم يوفق، لكن رجع تاني للداخلية وأصبح من الهدافين، أعتقد كان عدى على السموحة. يعني دي كانت الإحصائيات بتاعتنا. نطلع بقى فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام عشان نتكلم.